سيادة البطل الله يرحمه كان يقول لك دايما ايه، يعني لو دامت لغيرك مش هتوصل لك. طبعا فدي طبعا. الحياة، وما تعرفش الخير فين. صحيح. يعني ممكن اللي انت شايفه مكمن الخير بالنسبة لك ما يبقاش خير. صحيح. والعكس صحيح يعني. صحيح. لكن احنا بنخش على منافسات في بداية موسم بتستعد لها كويس قوي، بتشتغل كويس قوي، بتحاول تجيب نقاط كويسة جدا تناسب المرحلة، مش فراشة، عارف الفراشة بتاعت كل سنة 17 18 لعيب ومجدي الكدواني في الفرح، فاهم؟ راسة الموسم فراشة فراشة. في أزمة في الفراشات في شهر 7 و8. صباح الخير.